اليوم 20 اوت، 20 اوت ذكرى كبيرة في حياة الجزائريين، ذكرى مزدوجة. 20 اوت 55 و20 اوت 56 كانت في الحقيقة لعبة تاريخ. 20 اوت لعب دور مركزي ومهم للغاية في حياة الجزائريين، وإن شاء الله أيضا في المستقبل سيكون هذا التاريخ وسيؤسس لما هو قادم أيضا، خاصة مع 21 أوت. 20 أوت 55 باختصار بسيط، مرة أخرى نذكر به لأنه تاريخ نفتخر به ونعتز به ويسعدنا دائما، تاريخ الثوار وتاريخ الأحرار. 20 أوت 55 هو تاريخ بداية الهجوم اللي عرف بالشمال القسنطيني، خاصة سكيكدا، الخروب، قلمة، واللي أدى إلى إعطاء وجه قوي ووجه فاعل على الساحة الداخلية والخارجية للثورة الجزائرية. كان أكبر وأهم وأخطر هجوم بعد هجومات الأول نوفمبر، وأكد أن الثورة الجزائرية هنا وهي باقية وهي ستتمدد وستنتصر بإذن الله. دام هذا الهجوم حوالي 7 أيام وأعطى لفرنسا ضربة كبيرة جدا أدت بها إلى انتقامات هائلة من السكان، خاصة في سكيكدا وما فعلته فيما عرف بملعب فيليب فيل، في ملعب سكيكدا يومها، وقامت ما قامت به من جرائم في الملعب وخارج الملعب، وحديث تتحدث عن آلاف الذين قتلوا أو عذبوا أو شردوا. طبعا التشريد كان بعشرات الآلاف الجزائريين. بعدها بسنة كاملة كان 20 أوت هو اليوم الختامي من مؤتمر الصمام، مؤتمر إيفري وزلاجن، وهذا المؤتمر اللي سيعطي، إذا كانت 55 أعطت بعد ثوري مسلح للثورة الجزائرية أكبر مما كان، فإن 20 أوت 56 ورغم ما يحدث حوله أحيانا من لغط أو من خلافات، إلا أن للناس المنصفين يعرفون أن 20 أوت 56 كان في 13 الأوت في الحقيقة كان أعطى البعد السياسي للثورة الجزائرية، وقام بعملية مأسسة انستيتيوناليزاسيون لبعض أو لجزء مهم من الثورة الجزائرية. طبعا فيما بعد دولة العسكر ستشيطن جزء من المؤتمر، وآخرين دخلوا في شيطن جزء من المؤتمر، بعضهم انطلق من ربما وجهة نظر قد تكون قاش، ولكن البعض الآخر فقط لأنه كان يريد أو لأنه اقتنع ببعض البروباغندا اللي بدأت مع دولة العسكر في 62 وخاصة بعد 65. إذا مؤتمر 56 20 أوت في الحقيقة كان لوضع الثورة الجزائرية من البعد السياسي، وقد شارك فيه بعض كبار أحرار البلاد من بينهم زيروت يوسف، عمر وعمران، عبد الرمضان، العربي بن مهيدي وآخرين لم يصلوا، وآخرين ربما لم يكونوا متفقين، لكن الأغلبية في الحقيقة تعترف بأن 20 أوت، أقول الأغلبية في المنظور السياسي آنذاك، أن 20 أوت كان مهم جدا في حياة الثورة الجزائرية. 20 أوت 56 اليوم وبعد 20 أوت 55 ب 65 سنة و 20 أوت 56 ب 64 سنة، ما زال الشعب الجزائري يتخبط في بلد صحيح أنه نظريا مستقل ونظريا يحكمه جزائريون، ولكنه من ناحية العملية ليس بعيد كثيرا عن الزمن الاستعماري، لكن هذه المرة زمن الاحتلال إذا شئنا، أو الاحتلال باسم الوطن وباسم الوطنية من طرف عصابات أجرمت وتجرم بشكل رهيب
في حق الجزائر والجزائريين. اليوم أيضا في بمناسبة الاحتفالات، كانت هناك احتفالات في إيفري وفي أوزلاغن، وحقيقة شرف للجزائريين هذا الإحياء، وهو إحياء شعبي وليس الإحياء الرسمي. مرة أخرى أجدد لإخواني، الإنترنت تكاد تكون منقطعة في الجزائر، ضعيفة جدا في أغلب الأماكن، وفي أحيانا في بعض الأماكن منقطعة تماما يعني. فلا تنزعجوا، لمن لن يشاهد هذا اللايف سيشاهده فيما بعد إن شاء الله، وأيضا سنقوم ببعض التقطيعات. كان هناك إذن قلت احتفال حضره إخواننا في المنطقة، حضروا كثير من إخواننا في المنطقة، حضروا أخونا أيضا كريم طابو، وكانت أناشيد وطنية يعني صراحة شيء يسعد ويرفع من معنويات كل الجزائريين. أنا نشوفوا إذا فيه مقطع الآن نقدمه لكم على بعض الاحتفالات اللي كانت هناك. هذه صورة تذكارية لبعض الزعماء اللي قادوا واللي نظموا واللي شاركوا وقادوا 20 أوت، مؤتمر 13/20/56. بعض الاحتفالات الشعبية كانت من بين هذه. الله يرحم كل الشهداء. هذه الاحتفالات كما قلت كانت اليوم في أوزلاغن في إيفري. هذه من قلب القبائل، حي الله أحرار الجزائر في كل مكان في داخل البلاد وخارجها، في منطقة الصحراء وفي منطقة القبائل، في منطقة الشاوية، في منطقة وهران، في المدية، في سعيدة، في عنابة، في قلمة، في عين صالح، في طمن راس، في بشار، في أينما تواجد الأحرار، فحي الله أحرار البلاد في كل مكان. حي الله أحرار أخواننا القبائل اللي كانت هذه قاسما اليوم ومطولة في الحقيقة، كانت قد رفعت من معنويات الناس وهي تلقى بألسنة الشعب وبحضور الشعب، وليس أصحاب الكسيمات والكرباطات، أصحاب الرسميين الذين لا يؤمنون في الحقيقة بحرية الشعب الجزائري ولا بالثورة الجزائرية ولا بالشهداء ولا بكل ما تحقق، ولو كان لو كانوا فعلا لديهم ذرة إيمان بهذه البلاد ما فعلوا فيها ما يفعل. كان هناك أيضا شعر الثورة، هنا حمود شكرابي، هذا مقطع مما قاله اليوم.
يقفوا في المزبالة. شعب نوفمبر عمرو يتبدل، خير أولاده وخرجتوا من الملة، خرجتوا الدبابات للشعب الأعزل. نظام المذلة احكولوا علي كلب اللي كلام انجل. احنا قبائل الفحولة، ما نشهدوا زور، ما نعيدوا بطل، وما يمثلوناش كلاب الفضلة. احنا الأحرار ولاد الأصل، انقلبوا على الثورة عملاء، انتقموا من الأبطال وجوه الذل. بيان نوفمبر آية الرجلة، من نوراني مريض خايف لا نهبل، أنا كنت صغير عايش في حي الله أخونا حمود وكل حرج البلاد. شاعر حقيقي يعني، شاعر شعبي حقيقي وشاعر ثورة، هو أخونا تجديد محمد تجديد، وكثير من الشعراء اللي نعرفوا بعضهم وربما نعرفوش كثير منهم، حي الله حياهم الله جميعاً.